سلام الله عليكم مشاهدينا. تزايدت وتيرة الاغتيالات في اليمن وأصبحت سمة طاغية على المشهد السياسي والأمني هناك، ما يدفع للتساؤل بقوة عن الجهات التي تقف خلفها والأهداف الكامنة وراءها في وقت تعيش فيه البلاد مرحلة انتقالية تتجاذب وتتباين فيها مواقف القوى السياسية المنخرطة في العملية عبر حوار وطني لم يصل بعد إلى خاتمته التي من المفروض أن تؤسس لشكل الدولة النهائي وطبيعة النظام السياسي. لكن من بين اللاعبين المحليين من هو متضرر من مخرجات مؤتمر الحوار؟ يقول المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر مهددا برفع قائمة بأسمائهم إلى مجلس الأمن الدولي. وثمة لاعبين آخرين في المشهد، فالبعد الإقليمي والتحولات في المنطقة تبدو غير بعيدة عن الخضات الأمنية ومواقف بعض الأطراف المتشددة، كما أن لتنظيم القاعدة حضورا يلقى عليه أحيانا مسؤولية الفوضى الأمنية. في حديث الوطن نناقش الأبعاد السياسية وراء عملية التصفية الجسدية في اليمن ومستقبل الحوار الوطني في بيئة إقليمية ودولية متغيرة. معنا للنقاش من صنعاء القيادي الحوثي وعضو مؤتمر الوطني للحوار عن أنصار الله السيد علي البخيتي، ومعي الخبير العسكري السيد محسن الخصروف على أن ينضم إلينا في القسم الثاني من الحلقة مستشار رئيس الوزراء السيد علي الصراري. نرحب بضيوفنا ونشاهد بداية التقرير التالي لمراسلنا في اليمن أحمد عبد الرحمن. في شمال صنعاء كان الآلاف يشيعون البرلماني وعضو الحوار الوطني عن أنصار الله عبد الكريم جدبان الذي اغتيل قبل أيام برصاص مسلحين كان على متن دراجة نارية، حادثة اكتنفها الغموض كعشرات حوادث الاغتيال التي استهدفت ضباطا وعسكريين في الجيش اليمني. جئنا لتشييع الشهيد السيد عبد الكريم أحمد جدبان الذي اغتيل على أيادي الظلمة، على أيادي عملاء أمريكا وإسرائيل. نحن نعمل أيضا من السلطة أن يكون لها موقف حازم ضد من قاموا بقتله وضد التكفيريين. وفي جنوبي صنعاء وبالتزامن مع التشييع أطلق مسلحان النار على خبيرين أجنبيين تضاربت المعلومات حول جنسيتهما ويعملان كمستشارين في القوات الخاصة التابعة للرئيس اليمني. وقال مصدر في السفارة الروسية للميادين إنهما من بيلاروسيا. الحادثة هي تأكيد لحالة الانهيار الأمني داخل البلد وداخل العاصمة صنعاء تحديدا بعد أيام قليلة من اغتيال الشهيد عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب. تأتي هذه الحادثة بنفس التفاصيل. الكثير من الخطوط الحمراء تجاوزتها هذه العمليات التي تأتي في وقت حساس تمر به العملية السياسية التي يتهددها كثير من التحديات، لا سيما في ظل تعطل مؤتمر الحوار الوطني وإعلان مكون الحراك الجنوبي بزعامة القيادي محمد علي أحمد انسحابه من المؤتمر. إذن هذا ربما ملخص للمشهد السياسي والأمني الذي تعيشه اليمن خلال هذه الأيام. أبدأ معك سيد محسن الخصروف في صنعاء بصفتك خبير عسكري وضابط سابق، خبيران عسكريان من بيلاروسيا قتلا أمس قبل أيام، اغتيل نائب حوثي أيضا، نجا رئيس الوزراء اليمني في شهر أيلول محمد سالم باسندوة من محاولة اغتيال. إذا ما أردنا أن نعدد الآن الأحداث الأمنية والاغتيال والتصفيات الجسدية خلال الأشهر الماضية خاصة هذا العام، ستكون هناك النسبة مرتفعة بشكل كبير. ما هي الأسباب برأيك التي تقف وراء تزايد هذه الظاهرة في اليمن ومن يقف خلفها؟ شكرا لك عزيزي ولقناة الميادين والمشاهدين. حياك الله. ظاهرة الاغتيالات في اليمن هي ظاهرة تمتد إلى 1990 عقب الوحدة اليمنية مباشرة. في 1990 حتى 94 شهدت اليمن اغتيال 150 كادر حزبي من كوادر الحزب الاشتراكي اليمني. وكانت الأداة سيارة هيلوكس وكلاشينكوف. الآن الأداة هي الدراجة النارية ومسدس صامت وأحيانا كلاشينكوف. والمستهدفون عادة هم كوادر عسكرية ومدنية من القيادات ذات الفعل المؤثر في الحياة السياسية والعسكرية والأمنية اليمنية.
لو لاحظت آخر الاغتيالات وهي اغتيال الخبيرين البيلاروسيين أو الخبير والجرح الآخر، ثم اغتيال مدير إدارة تدريب في الأكاديمية العسكرية في كلية الشرطة، ستعرف أن المستهدف في هذين الاغتيالين هما مؤسستي الدفاع والأمن اللتان يعول عليهما المواطن اليمني بقوة كأداة ضبط وطنية بقيادة موحدة تحقق الأمن والاستقرار وتواجه الإرهاب وأعمال التخريب بكل أشكاله وصوره. من له مصلحة سيد محسن بمواجهة هذه المؤسسات؟ إذا كانت هذه المؤسسات هي المستهدفة بعمليات الاغتيال، من يستهدف هذه المؤسسات؟ شوف يا عزيزي، اديني فرصة من فضلك. تفضل. القيادة السياسية والعسكرية تسعى الآن توحيد القيادة والسيطرة على مؤسسات الدفاع والأمن، استعادة الأصل الشعبي لقيادة القوات المسلحة. جميل. التخلص من فكرة الوراثة والنخبوية والقروية والمناطقية وإلى آخره، بحيث تصبح معايير الكفاءة والأقدمية والعلم والوطنية والالتزام هي معايير القيادة. هذه ستؤدي بالتأكيد إلى أن تصبح المؤسسة العسكرية الدفاعية والأمنية تحت قيادة مباشرة موحدة تخضع لرئاسة الوزراء الحكومة المدنية. نعم. التي بدورها هي تابعة لرئاسة الجمهورية. هذا الهدف الاستراتيجي الهام الآن يعطل بكل الوسائل. الحوار الوطني الآن أيضا يستهدف الخروج باليمن من المأزق الحالي. سنتحدث عن الحوار الوطني بعد أن أجهز على الثورة. سنتحدث عن الحوار الوطني وعلاقته بالوضع الأمني، لكن أنت تشير بشكل تلميح سيد محسن إلى وجود متضررين من إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والتخلي عن الثقافة القديمة المتعلقة بالقبلية والأسرية والنخبوية في الأجهزة الأمنية. لنرى رأي الأستاذ علي البخيتي في هذا الموضوع. أستاذ علي البخيتي، جهة واحدة متضررة تقف خلف عمليات الاغتيال والمستهدف هي أجهزة الدولة الرسمية خاصة الدفاع والأمن لأنهما يعاد بناؤهما على أسس وطنية، أنت مع هذه الصورة؟ في البداية أرحب بك وبضيفك الكريم. حياك الله. بالنسبة لمسألة الاغتيالات كما ذكر العميد محسن خسروف، هي بدأت من التسعينات عندما تكون هناك أو يكون هناك مفصل تاريخي مهم واستحقاقات هامة للشعب اليمني وللدولة اليمنية، تحصل مثل هذه العمليات. عمليات 93 و94 كانت موجهة ضد استحقاقات اتفاقية الوحدة. العمليات الآن التي تحصل هي ضد استحقاقات مؤتمر الحوار وضد الحوار بشكل عام. هذه القوى التي أحست أنها بالتغيير الذي حصل منذ عام 2011 حتى اليوم، أحست أنها بدأت تفقد موقعها، أحست أنها لم تتمكن من تمرير ما أرادت من خلال مخرجات الحوار، أعادت الكرة مرة جديدة إلى مسألة الاغتيالات والحرب وافتعال المشكلات والأزمات، لأنها أدارت اليمن خلال الأربعين عاما الماضية بالأزمات والحروب ولا تفهم أي معادلة أخرى إلا معادلة الاغتيالات. نريد أن نشرح للمشاهد العربي أستاذ علي، من هي الجهة اليوم المتضررة من مخرجات الحوار الوطني ومن التوافق بين اليمنيين؟ من هي الجهة التي تريد تعطيل الحوار؟ من هي الجهة التي تقوم بعمليات الاغتيال حتى لا يتم مأسسة الجيش؟ نعم، هناك مراكز قوى تقليدية تحكم اليمن منذ التسعينات وما قبل التسعينات وحتى اليوم. مراكز قوى تقليدية أحد أجنحتها هو الجناح القبلي وجناحها العسكري وجناحها الديني. هذه المراكز بدأت تفقد تواجدها داخل اليمن، لذلك أشرفت بطريقة أو بأخرى على عملية الاغتيال، إضافة إلى أنها لا تزال مسيطرة من خلف الكواليس وحتى من بالظاهر على الأجهزة الأمنية. ومن هنا فإن الأجهزة الأمنية دون فاعلية. تخيل أخي، عندما تحصل أكثر من 150 عملية اغتيال منذ عام تقريبا منذ عام فقط، يعني ضد أبنائنا الضباط في القوات المسلحة والأمن وأجانب واختطافات وحتى سياسيين، وأغلب هذه العمليات تحصل داخل صنعاء ولا تتمكن الأجهزة الأمنية من الإمساك بحتى منفذ واحد أو التقاط خيط من الخيوط الذي قد يضع الجاني أو يضطر إلى ترك آثار لهذه العملية أو تلك. نحن نعتقد أن الأجهزة
الأجهزة الأمنية، وأكاد أن أجزم أنها تعرف من ينفذ هذه السلسلة من الاغتيالات، لكنها لا تتجرأ على التصريح بهذا الأمر. مسألة الاغتيالات في اليمن وصلت إلى أمر يعني صعب تصديقه، يصعب على المشاهد العربي تصديقه. مثلا إذا قلت لكم أن أحد مثلا طارق الفضلي، حتى أسمي الأمور بمسمياتها، طارق الفضلي سمى قبل فترة وهو كان عضو في تنظيم القاعدة، قال أن هناك شخص معين داخل السلطة اليمنية طلب منا أن ننفذ العمليات ضد أعضاء الحزب الاشتراكي في عام 93-94، واعترف بهذا الأمر علنا في برنامج تلفزيوني. لم يتم استدعاء طارق الفضلي للتحقيق معه للتأكد من مدى صحة ما قاله، فإما أن يسجن طارق الفضلي لأنه افترى، وإما أن يسجن هذا الشخص الذي اتهمه. لكن هذا يطرح علامات استفهام سيد علي البخيتي حول سبب الصمت أو عدم الإفصاح عن هذا الموضوع، لأنه حتى نواب برلمانيين في اليمن اليوم يرفعون الصوت للقول بأنه لا يوضع الإصبع على الجرح ولا تسمى الأشياء بمسمياتها. اسمح لي أسأل السيد محسن. إيه تفضل علي. المشكلة في اليمن الأساسية أنه لا يوجد أو لا يدفع أحد ثمن هذه الاغتيالات. يعني لم يتم إقالة أي مسؤول أمني خلال 20 عاما الماضية، مع أن هناك أكثر من 1000 عملية اغتيال وتهديد واختطاف، وبالتالي عندما لا يدفع طرف معين الثمن ستستمر هذه الاغتيالات، إضافة إلى أنه لم يتم محاكمة أحد طيلة هذه الفترة، مع أن بعض الأسماء أصبحت معروفة. طيب سيد محسن الخسروف، أيضا يعني عندما نتحدث عن عمليات الاغتيال في أي بلد، في أي بلد في اليمن أو غير اليمن، نحن نتحدث عن مجموعة عوامل تتضافر أو إحداها على الأقل. إما أن يكون هناك صراعات داخلية داخل القوى السياسية، تقوم هذه القوى السياسية باستخدام التصفية الجسدية، أو أن يكون هناك بعدا خارجيا، تأثيرا خارجيا، قوى خارجية تحاول أن ترتب الأوراق داخليا فتعمل على تصفية خصومها، أو تنظيم القاعدة في البلدان العربية هو من يقوم بالتصفية الجسدية لأنه جزء من الأيديولوجيا القاعدة. في اليمن أي من هذه المسارات يطغى على الآخر؟ بوث، في اليمن كلا العاملين الإقليمي والمحلي يلعبان دورا غير عاديا في تأجيج الصراع الداخلي. القوى الداخلية التي كانت ممسكة بزمام الأمور وتتكئ على قواعد غير وطنية ولا تلامس احتياجات الناس ولا علاقة لها بفكرة تطوير أداء الدولة ومؤسساتها ولا بالدولة المدنية الحديثة، فكرة الاستئثار بالسلطة والمال والقوة هي الفكرة المحورية المسيطرة عليها، هي من تقف يعني بكل تمحوراتها وتحالفاتها مع القوى السياسية، هي من تقف الآن حجر عثر أمام نجاح عملية السلام. هذا من ناحية. الصراع الإقليمي في المنطقة مع الأسف بدلا من أن يكون في حدود القوى الإقليمية المتصارعة التي يتصل صراعها أيضا بصراع دولي، نقلت هذا الصراع إلى اليمن. اليمن مجتمع مسالم متآخي، يعترف كل منهم بالآخر. ليس لدينا في اليمن صراع مذهبي ولا طائفي ولا مناطقي، نتعايش بشكل جيد. جلب إلى الساحة اليمنية هذا الصراع المقيت، ومنه الصراع الطائفي الذي لا يعرفه اليمنيون ولا يقروه. وليس في اليمن الآن صراع طائفي، الموجود في اليمن صراع بين قوى لها مصالحة. ومن مظاهر هذا الصراع هذه الاغتيالات وتفجير أنابيب النفط وتدمير أبراج الكهرباء، اغتيال القيادة العسكرية. تتحدث أستاذ محسن الخسروف عن عامل خارجي وإقليمي يؤثر في الوضع الداخلي في اليمن، وأنا ستحدث عن ذلك تفصيلا في القسم الثاني من الحلقة. لكن في موضوع الاغتيالات سنستمع سيد محسن وأيضا أستاذ علي لآراء بعض المشاركين على صفحة حديث الوطن على الفيسبوك حول من يتحمل مسؤولية استمرار مسلسل الاغتيالات في اليمن، ونعود لاستكمال الحوار على ضوء ما سنستمع إليه من آراء. طبعا بداية رضا حريري يقول: انظروا إلى القتيل من هو وما اتجاهه السياسي وضد من، بعدها تعرفون القاتل، أو كما يقول المحققون الجنائيون ابحث عن المستفيد من الجريمة وستجد القاتل. حميد يقول: الحل دائما في دولة قوية، فالمسؤولية لليمنيين الذين تركوا آل سعود يحركونهم كالدمى. يوسف فريج
يقول المسؤول هم الحوثيون. عبد القادر يقول المنظمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة. أبو عمار يقول المسؤول الأول والأخير هي الولايات المتحدة وإسرائيل. عبد الرحيم أحمد يقول مخابرات آل سعود. إذن هذه آراء مشاهدينا وردتنا على صفحة البرنامج في الفيسبوك. أستاذ علي البخيتي، يعني رأيك بالآراء التي تتحدث عن اتهام عديد من القوى، يعني لفتني اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل، هذا منطقي؟ الكثير من عناصر السلطة داخل اليمن أو قوى السلطة هي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أو بأخرى، وبالتالي عندما تقوم هذه العناصر بارتكاب بعض جرائم الاغتيالات وأبناء الشعب اليمني يعرف مثل هذه الجهات وبالاسم ويمكنهم أن يذكروا هذا علنا على شبكات التواصل الاجتماعي، فهم يعتقدون أن هذه الاغتيالات تأتي من الولايات المتحدة، لأن هؤلاء الأشخاص هم يعتبرون أنهم مجرد أدوات للولايات المتحدة الأمريكية داخل اليمن، التي هي غالبا تدعم أنظمة ديكتاتورية في سبيل أن تكون هذه الأنظمة الديكتاتورية جزءا من الحلف الأمريكي أو جزءا من أنظمة الوصاية التي نقول أنها أنظمة وصاية داخل اليمن. ولا يخفى على الجميع أن الولايات المتحدة دعمت أغلب الأنظمة العربية التي قامت الشعوب بثورات ضدها إلى الرمق الأخير، ثم تظاهرت أنها تدعم هذه الثورات. إذن الشعب عندما يوجه هذا الاتهام مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو يوجهه من هذا المنطلق. نعم. أخي الكريم، ما يهمنا في اليمن أن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية أصبحت مهترئة. الرئيس هادي أصدر قبل فترة قرارات لهيكلة الجيش والأمن، لكن تلك الجرائم التي حصلت منذ إصدار تلك القرارات وحتى اليوم أثبتت أن هذه الهيكلة ما هي إلا أمور شكلية فقط، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى جوهر المأزق وجوهر الأزمة الأمنية. طيب سيد علي، أستاذ علي، النائب يعني لفتنا ما قاله النائب عبد بشر الذي أمام مجلس النواب اتهم حزب الإصلاح، وهو حزب مشارك حاليا في الحوار ومشارك في مجلس النواب وله حضور في الشارع، تام حزبا سياسيا وهو حزب الإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين وراء اغتيال النائب وعضو المؤتمر الحوار عن جماعة الحوثيين عبد الكريم جدبان مساء الجمعة. هو اتهام في السياسة أم فعلا هناك أحزاب سياسية بدأت تستخدم التصفية الجسدية ضد خصومها في الداخل؟ الإخوة في أنصار الله لم يوجهوا الاتهام رسميا لأي طرف من الأطراف، وبالتالي الاتهام الذي أطلق إذا كان بهذا الشكل أعتقد أنه اتهام من ناحية سياسية، لأن الإخوة في مجلس النواب أجمعوا تقريبا على استدعاء وزير الداخلية أو على سحب الثقة من الحكومة بشكل محدد، فالنواب الذين اعترضوا كانوا نواب الإخوان المسلمين أو التجمع اليمني للإصلاح، فأعتقد أن الأخ عبد بشر اتهمهم من هذا المنطلق، طالما هم يعرقلوا إقالة الحكومة إذن هم المتحملون سياسيا لهذه الأزمة. نحن نشكر الإخوة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح لأنهم أصدروا بيان شديد اللهجة نددوا فيه بهذه الجريمة، إضافة إلى حزب الرشاد السلفي. هناك إجماع وطني لإدانة هذه الجريمة، نحن لسنا الآن بصدد إلقاء التهمة على تيارات سياسية، لكن على الأقل هذه التيارات السياسية وأخص بالذكر حزب التجمع اليمني للإصلاح أقول له لماذا هذا الدعم المفرط لوزير الداخلية؟ لماذا هذا الدعم المفرط للواء غالب القمش الذي ظل ل33 عاما يعني يسجن الناس ويغتالهم ويقتلهم باسم النظام السابق؟ أنتم تقولون أنكم أسقطتم نظام علي عبد الله صالح، إذا لماذا تتمسكون باللواء غالب القمش وهو كان الذراع الأمني لعلي عبد الله صالح طوال 33 عاما، ويتهمه الكثير أنه المشرف الأول على الاغتيالات التي نفذت في عام 93؟ وبالتالي فلا توجد ثقة لدى هذه الأجهزة الأمنية، ليس في الضباط والأفراد لكن في قيادتها. هذه القيادة هي جزء من العملية الإجرامية بشكل أو بآخر، وبالتالي تصلها المعلومات وتحتفظ بها لأنها قد تتضرر الأطراف التي تدعمها. طيب استبعاد أستاذ محسن، استبعاد يعني نظرية أنه القوى السياسية تصفي بعضها بناء على خلافات داخل طاولة الحوار أو حتى في الشارع أو خلافات سابقة، نتحدث عن حزب الإصلاح والحوثيين والخلاف الموجود بينهم حتى أيام الثورة الشبابية التي كانت تسمى في اليمن هكذا، وبالتالي أستاذ محسن استبعاد تصادم القوى المحلية يقدم نظرية القوى الإقليمية التي تحدثت عنه، لكن هناك أيضا من يتحدث عن أنه الرئيس والسلطة لها مصلحة في الانفلات الأمني الحالي لأهداف سياسية أيضا تتعلق باستمرار المرحلة الانتقالية واستمرار الرئيس.
يا عزيزي، ما لم تكون الحكم ما لم يكن الحكم مبني على معلومة وحيثية فلا قيمة له. وأنا أعتقد أن الأخ علي المخيطي قد قال الكلام المفيد فيما يتعلق بالتهم الموجهة لحزب التجمع اليمني للإصلاح. الإصلاح وكل الأحزاب الرئيسية في اللقاء المشترك تعتمد مبدأ الحوار، وما لم يكن في دليل يشير إلى متهم مباشر لا معنى للحديث. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيما يتعلق بالرئيس والسلطة أنهم مستفيدون من الاغتيال، هذا كلام يقال على عواهن يعني. بالعكس، من مصلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة أن يكون هناك استقرار أمني. هذه الاغتيالات لم تؤدي حتى هذه اللحظة إلا إلى مؤدى واحد، وهو المواطنون اليمنيون يقولون الآن رحم الله النباش الأول، رحم الله علي عبد الله صالح. وأنا أعتقد أن هذا هدف كبير من أهداف كثير من العمليات المخلة بالأمن، أن يصل المواطن اليمني إلى هكذا قناعة أن ما حدث في اليمن هو نوع من العبث، ولم يكن هناك تغيير، كان هناك تدمير للدولة ومؤسساتها وكيانها وللأمن وأمن المواطن وعيشه واستقراره وسلعته ولقمة عيشه. لم يحدث أي شيء. المنتفعون مما جرى هم مجموعة اللصوص والمنتفعون السابقون بوجوه جديدة وشعارات أخرى. أما المواطن اليمني فلم يعني ينال إلا الخوف وعدم الاستقرار وغلاء المعيشة وانعدام السلع والأزمات والخوف في الطرقات والخوف على الحياة حتى على مستوى. هذا هدف استراتيجي كبير، لا يمكن لعبد ربه منصور هادي أن يكون سعيد بما هو جاري الآن. طيب سيد محسن، السلطات الأمنية أعلنت يعني منذ فترة عن بدء حملة لسحب السلاح من العاصمة ومن المدن الكبرى في اليمن، وكان هناك يعني تصريحات كثيرة، حتى الصحافة اليمنية تحدثت عن هذا الموضوع بشكل كبير، أنه العملية تحقق نجاح كبير وهناك تجاوب ويتم نزع السلاح ولا يسمح لأحد باستخدام الدراجات والأسلحة الخفيفة وغير ذلك. أين أصبحت هذه العملية؟ لم نعد نسمع عنها، خاصة في ظل أيضا عودة الاغتيالات من جديد. شوف يا عزيزي، بالنسبة للعمليات الإرهابية وعملية الاغتيالات، لو أن هناك دولة في العالم قد أفلحت في مجابهتها والقضاء عليها والقضاء على حرب العصابات، سأكون أنا أول الناس سعداء. هذه من الحروب التي تنهك قوى الدولة بكل مفاصلها الاقتصادية والاجتماعية السياسية. فشلت في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي أفغانستان، فما بالك بالحكومة اليمنية؟ الحملة الأمنية جارية لمظاهر يعني مواجهة المظاهر المسلحة في الشوارع، المرافقين، المسلحون، القبائل، العسكر، الضباط إلى آخره. أما عمليات الاغتيالات فهذه يعني مواجهتها تكون بجهاز أمني سياسي قومي متخصص وقوة مكافحة إرهاب واستعمل استخباري على مستوى كل المؤسسات وعلى مستوى الشارع وعلى مستوى الحارات. هذا من ناحية المهنية. الأهم من هذا من وجهة نظري أن الحل لما يجري في اليمن الآن لا يمكن أن يكون القوة ولا السلاح. لن تستطيع هذه القوة إسقاط الدولة، ولن تستطيع الدولة اجتثاث هذه الأعمال الإرهابية أو أعمال الاغتيالات. طيب. الحوار الوطني والالتقاء بالآخر، أنا رأيي أنا من 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 دعاة التحاور مع تنظيم القاعدة، إن كان هذا الحوار سيؤدي إلى السلام. ليس المشكلة أن يضع ليس المشكلة أنك من دعاة الحوار مع تنظيم القاعدة، المشكلة أن تنظيم القاعدة يقبل الحوار مع الأطراف الأخرى وفقا لي. هذا سؤال مطروح، هذا سؤال مطروح للجميع يعني، وأنا أتمنى أن يصل إلى كل إنسان ذي عقل يعني. شكرا. إنما ليس هناك من بوسعه أن يجتث هذه الظاهرة بالقوة، وليس بوسع هؤلاء أن يسقطوا الدولة ولا شكرا المجتمع. جزيلا لك محسن الخصروف الخبير العسكري، حدثنا من صنعاء، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، نتوقف مع فاصل قصير ثم نكمل في القسم الثاني من حديث الوطن، حيث سنتحدث عن البعد الإقليمي في الوضع الأمني والسياسي أيضا في اليمن. ابقوا معنا.
تحية من جديد مشاهدينا في حديث الوطن، نتحدث فيه عن الاغتيالات وتزايد هذه الظاهرة في اليمن تزامنا مع عملية انتقالية تبدو لحد هذه اللحظة متعثرة. سينضم إلينا في هذا القسم من الحوار مستشار رئيس الوزراء اليمني السيد علي الصراري، وأيضا معي السيد علي البخيتي عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن عن أنصار الله. سيد علي البخيتي، حتى يعني نجلي موضوع الاغتيالات وأيضا موضوع تنظيم القاعدة الذي دعا للحوار معه قبل قليل الخبير العسكري السيد محسن الخصروف، القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن حارث بن غازي النظاري هدد في 12 من هذا الشهر، في 12 من هذا الشهر، بالانتقام من الحوثيين معلنا تضامنه مع السلفيين في دماج. في هذا التضامن، عندما يقول تنظيم القاعدة أننا نريد أن ننتقم من الحوثيين ونريد أن نتضامن مع السلفيين، هل يمكن أن نلقي بالصدام الذي يجري حاليا في دماج بين الحوثيين والسلفيين في موضوع الاغتيال وخاصة اغتيال النائب جدبان؟ باعتقادي أن مسلسل الاغتيالات بدأ قبل نشوء الحركة الحوثية من الأساس. مسلسل الاغتيالات هي مشكلة أمنية تعاني منها كل الأطراف التي يعني بينها صراع اليوم، والتي كان عندها صراع منذ التسعينات، وليست مرتبطة مباشرة بهذا الحرب الدائرة سواء في حاشد أو في كتاف أو في حرض أو في دماج. وباعتقادي أن هذه المسميات التي تظهر تنظيم القاعدة وغيرها أنها مجرد أدوات في يد مراكز القوى التقليدية التي تنفذ عملية الاغتيالات. أخي الكريم، المشكلة في اليمن هي مشكلة الأجهزة الأمنية، لا يوجد لدينا ثقة في هذه الأجهزة الأمنية بصراحة. عندما يدخل الجهاديين الأجانب من الدول العربية ومن أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا ويمرون عبر مطار صنعاء، ويقوم الأمن القومي بتجميع جوازاتهم وتمرير المعاملات لهم لإدخالهم اليمن، وهم أتوا للمشاركة في صراعات ونزاعات داخلية، هنا سؤال وعلامة استفهام كبيرة. كيف يسمح الأمن القومي، هذا الجهاز الاستخباراتي، بمرور هؤلاء المسلحين الأجانب وهو يعلم أنهم أتوا للجهاد وللقتال داخل اليمن؟ إضافة إلى أنه بقية المنافذ الحدودية اليمنية مفتوحة لمثل هؤلاء. إذا ما أضفنا القوافل التي يتم تجميعها من مختلف المحافظات اليمنية بدعوى الجهاد الناتجة عن الحملات التحريضية التي مورست ضد أنصار الله، وتأتي هذه القوافل بعشرات السيارات وهي محملة بأسلحة متوسطة وتمر من العاصمة صنعاء من أمام الأجهزة الأمنية ولا أحد يعترضها. الحملة التي أنت ذكرتها قبل قليل، حملة نزع السلاح، هذه حملة متخصصة في المواطن البسيط، متخصصة في المواطن الذي قد يحمي مسدساً وليست بالمحترفين. نعم، ليست بالمحترفين وليست للذين يحملون أسلحة كثيرة. عندما تمر من نقطة ولديك 3-4 سيارات وفيها مسلحين، لا أحد يعترضك، لكن إذا مريت من نقطة ومعك مسدس وتصريح يتعبك الجنون. هكذا الدنيا تدار. تمر قوافل مسلحة من العاصمة صنعاء، وأنا هنا أسأل الرئيس هادي وأسأل الأجهزة الأمنية، أين أنتم؟ الرئيس هادي عليه أن يصارح الشعب اليمني، هل لديك القدرة على تغيير وزير الداخلية بعد هذا الانفلات الأمني وهذه مئات العمليات؟ هل لديك القدرة على عزل غالب القمش الذي اغتيل 100 ضابط من الأمن السياسي نفسه الذي يديره غالب القمش؟ تسمح لي أنقل هذه الأسئلة، شعر في رأسه، تسمح لي أنقل هذه الأسئلة للسيد علي الصراري لنرى رأيه بهذا الموضوع. تفضل. سيد علي الصراري، رئيس مجلس النواب وصف وزيري الدفاع والداخلية عطفا على كلام الأستاذ علي البخيتي وقادة الأجهزة الأمنية، وصفهم بالمتعيشين وقال أنهم لا يعرفون واجبهم. كان هناك أيضا حملة داخل يعني مجلس النواب واستدعاء وزير الدفاع والداخلية للاستجواب، وبعد ذلك استدعاء الإعلام والأوقاف. عبد الله المكتري النائب الاشتراكي طالب بسحب الثقة عن الحكومة. الحكومة إلى أي حد تتحمل سيد علي الصراري مسؤولية الانفلات الأمني حاليا في اليمن؟ والبعض الآخر قبل قليل، ما كنت تسمعنا، يعني نقلت عن أحد الكتاب اليمنيين الذي يقول بأنه الحكومة متورطة أيضا، وهناك أطراف متورطين أيضا في موضوع الاغتيالات السياسية في اليمن. القول بتورط الحكومة فيه قدر كبير من المجازفة، ومثل هذه الأمور ينبغي أن تتسم الأقوال بالرصانة وبالدقة، لأننا أمام وضع أمني خطير ولا يحتمل أيضا يعني تبادل الاتهامات
لأن هذا الموضوع سيؤدي في النهاية إلى زيادة في حالة الفشل الأمني الذي نعاني منه في الوقت الحالي. ولهذا أقول أنه فعلا يجب أن تكون التصريحات حصيفة ودقيقة ولا تجنح نحو المبالغات. حقيقة الوضع الأمني بصورة عامة هو على درجة كبيرة جدا من السوء. نحن نعاني من حالة فشل أمني حقيقي. الأجهزة الأمنية كما يبدو مشلولة الإرادة ولا تقوم بدورها، وحتى الآن لا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية تدار من قبل اللجنة العسكرية الأمنية التي شكلت بفعل المبادرة الخليجية، ولكن كما يبدو أن عمل هذه اللجنة لا زال بطيء ويخضع لاعتبارات معينة، خاصة أن اللجنة مكونة من أطراف مختلفة، ولهذا لا نجد فعالية أمنية يعني يمكن أن تؤدي إلى طيب سيد علي السراري، الحالة الأمنية أحياناً حتى بالحد الأدنى. أحيانا نشعر من بعض السياسيين اليمنيين أثناء التصريح أو بعض النخب مثل حضرتك والأستاذ علي البخيتي، حتى ضيفنا السابق أستاذ محسن، بأنه هناك نوع من المعرفة من هي الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيالات، لكن ليس هناك قدرة أو قابلية أو يعني مقدرة على التصريح بذلك. يعني اليوم في الاغتيالات الحالية، هل هناك جهة واحدة تقف خلفها؟ هل هناك أكثر من جهة؟ هل هذه الجهات هي جهات محلية، لاعبين محليين، قوى سياسية؟ هل هي قوى إقليمية؟ لأنه بعد قليل سأتحدث عن تأثير الإقليمي في اليمن. إذن هل هناك تشخيص جيد في اليمن لما يجري حاليا، ولكن هناك عدم قدرة على الإشارة إليه؟ انطباع حقيقي هذا؟ مسألة المعرفة هنا هي في الواقع تكهنات وليست، يعني إذا كان هناك معرفة فعلا فيجب أن تطرح الأشياء كحقائق ومعلومات دقيقة وموثقة. لكن حتى الآن الحديث عن جهات معينة وتحميلها مسؤولية هذه الاغتيالات هو من قبيل التكهنات، من قبيل التحليلات. لا أدري إلى أي حد تكون هذه الأمور يعني موافقة للحقيقة أو مخالفة لها، لكن حتى الآن لا توجد جهة رسمية تستطيع أن تقدم أو قدمت معلومات حقيقية تجعلنا نتعامل مع معلومات رسمية ومسؤولة، وفي ضوءها نستطيع أن نتحدث عن مسؤولية معينة لجهات معينة. طيب. ولكن في إطار الأزمة السياسية القائمة والتي يبدو أنها لم تنتهي بعد، طبعا يحصل هناك تبادل اتهامات، وحتى هذه الاتهامات لا ينبغي إغفالها، لأن كما يبدو بأن إلقاء كل المسؤولية على تنظيم القاعدة يجعلنا أيضا نتساءل من هي هذه القاعدة، وخاصة أن تنظيم القاعدة صار عنوانا فضفاضا، بحيث يعني يعبر عن أجندات أحيانا، بأن هناك قاعدة يعني تتبع هذا الطرف وقاعدة تتبع الطرف الآخر، ولهذا نجد فعلا أن يعني تنظيم القاعدة ليس وعمله ليس بمعزل عن الصراع السياسي وعن التأثيرات الإقليمية بين القوى الموجودة في الساحة. نعم سيد علي البخيتي، في البعد الإقليمي لما يجري في اليمن، هل فعلا سواء كان الاغتيال أو حتى ما يجري في دماج من صدام مسلح والوضع السياسي مرتبط ارتباطا كبيرا بالوضع الإقليمي والتحولات الإقليمية؟ اغتيال الخبيرين العسكريين البيلاروسيين في صنعاء، البعض قال بأنه الجهة التي نفذت كانت تشتبه بأنهم من الروس وليسوا من بيلاروسيا، وأن العملية تأتي في إطار الانتقام من روسيا لدورها في الأزمة السورية. تؤيد هذا الكلام؟
أخي الكريم، مسألة الاغتيالات في اليمن هو أمر عجيب غريب، يعني بالنسبة أعتقد للمشاهد العربي قد يعجز عن فهمه كما نفهمه نحن كيمنيين. مثلا عندما أضرب لك أمثلة سريعة، يعني هناك جهات داخل اليمن وأشخاص بالتحديد يعلنون إهدار دم أشخاص محددين ولا يتحرك القضاء لإلقاء القبض عليهم أو محاسبتهم وهم داخل صنعاء. مثلا عندما ينادي أحد أئمة المساجد داخل صنعاء وأكثر من مسجد بالدعاء لقتل الطائفة الفلانية أو الإنسان الفلاني ولا تتحرك الأجهزة الأمنية. أمثلة، تعطينا أمثلة معلش أستاذ علي، مثل من يعني؟ هو لا نريد أن سأعطيك مثلا سأعطيك مثلا بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في عام 93-94 أصبح من شبه المؤكد بنسبة تقريبا 99.9 نفس النسبة التي حصل عليها صدام حسين، يعني أن من نفذ هذه الاغتيالات هو علي محسن الأحمر وعلي عبد الله صالح وقتها، وأصبح هذا الكلام شبه معروف بشكل كامل لليمن. لكن لم يتجرأ أحد اليوم على فتح هذه الملفات، بل أعطوهم الحصانة، ويا ليت أعطوهم الحصانة وأوقفوهم عن العمل السياسي، إنما أعطوهم الحصانة وسمحوا لهم بممارسة العمل السياسي والأمني والعسكري، ولا زالت لهم أيدي وأذرع داخل هذه الأجهزة، وبالأخص اللواء علي محسن الأحمر لا زال ممسك بزمام الأمور، بل تم ترقيته إلى أن يصبح مستشارا للرئيس هادي. لا أدري مستشارا لماذا، هل هو مستشارا لشؤون الاغتيالات؟ لذلك في اليمن هناك أزمة قرار، على الرئيس هادي أن يكون واضحا صريحا، إما أنه يستطيع أن يغير اللواء غالب القمش واللواء علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي ووزير الداخلية، وإما أن يصارح الشعب من يقف ضد هذه القرارات. وأنا أحمل المسؤولية للرئيس إضافة إلى أي قوى سياسية بما فيها الإصلاح أو أي تيار سياسي أو المشترك يقف مع وزير الداخلية أو مع أي رئيس جهاز أمني يتم تغييره. نريد من الرئيس أن يصارح الشعب، يقول له أنا لا أستطيع أن أغير بسبب كذا وكذا، لكن أن تظل هذه الأمور على عواهنها ويظل هؤلاء المسؤولون. وهناك الكثير من يا أخي، أصبح اليوم الضابط لا يحس بثقة في الوحدة، هناك ضباط بالمئات قتلوا، هناك جنود تم استباحة دماءهم في كل مكان. علي لو سمحت أستاذ علي، حدثني عن البعد الإقليمي وتأثيره على الانفلات الأمني الحاصل حاليا في اليمن. البعض يقول بأن الصراع بين السلفيين والحوثيين في دماج ليس سوى انعكاس للتباعد أو الصدام بين إيران وبين السعودية. البعض يقول بأن عمليات الاغتيال، خاصة اغتيال النائب عن الحوثيين، كان عملية غضب سعودية من تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن ضرب سوريا وتريد أن ترد في اليمن. البعض الآخر يعني البعد الإقليمي له تأثير فيما يجري في اليمن، أم أنه العملية محلية لوكال يعني؟ نعم البعد التقليدي بالتأكيد له وجود داخل اليمن، ليس بشكل مباشر. أنا لا أعتقد أن هناك جهات إقليمية تشرف بطريقة مباشرة بالاسم على اغتيال فلان أو آخر. آخر عملية نستطيع أن نؤكد أن السعودية كان لها دور في الاغتيال هي عملية اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي، الذي تمت بالتنسيق بين مراكز القوى التقليدية نفسها التي تمارس عمليات الاغتيال إلى اليوم، وبين سفارة المملكة العربية السعودية وبالأخص الملحق العسكري وقتها، أنا لا أذكر اسمه، وهذه الأمور شبه معروفة لدى جميع اليمنيين. بعدها جرائم الاغتيالات أصبحت تنفذ لمصالح جهات يمنية لكنها مدعومة إقليميا، إما من السعودية وإما من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالنسبة للصراع الحاصل في دماج، ليس صراعا محصورا في هذه المنطقة، هناك صراع ممتد من منطقة حاشد إلى كتاف إلى منطقة حرض. هذا الصراع صراع سياسي، للأسف أن بعض الأطراف فشلت في إدارة الصراع بشكل سياسي ويعترفوا أنها حربا سياسية، فجروا الحرب إلى مسميات طائفية مذهبية لم يعرفها اليمن خلال مئات السنين، وفشلوا حتى في هذا الأمر في جر اليمنيين لهذا الصراع. الشعب اليمني لا يوجد لديه صراع ويعني قتال بين طوائف، هذا الأمر مستبعد ولم يتمكنوا إلى الآن، إنما حاولوا الفرار إلى هذا المربع، ودائما ما يخوضوا حروبهم تحت عناوين براقة. مثلا خاضوا حرب عام 94 تحت عنوان أنهم يدافعون على الوحدة عن الوحدة، بينما هم في الحقيقة هم من تسببوا في الدوافع التي أدت إلى المطالبة بالانفصال، هم من اغتالوا الوحدة بحرب 94.
1991. كذلك حروب صعدة خاضوها تحت أنهم ضد التمرد، مع أنهم من تمردوا على القانون، والحكومة الأخيرة اعترفت أن هذه الحرب خاطئة وحرب 94 خاطئة وأنها جرائم ارتكبت فيها، واعتذروا واعتبروا كل من مات سواء من الجنوبيين أو من أبناء صعدة أنهم شهداء. لكن المشكلة أن هذه المراكز التي اغتالت إبراهيم الحمدي والتي اغتالت الاشتراكيين هي نفسها اليوم التي لا تزال تسيطر على السلطة، ولا أحد يتجرأ على عزلها، لا الرئيس هادي ولا الحكومة ولا أحد، فقط يجري الرئيس بعض التغييرات الشكلية لكن في الصميم لا يحصل شيء، لذلك تظل الأزمة وتظل الاغتيالات ولن تنتهي. خلينا نأخذ رأي أستاذ علي الصراري بهذا التشخيص. أستاذ علي الصراري، رأيك بما قاله السيد علي البخيتي أيضا فيما يتعلق بالبعد الإقليمي والصراع الإقليمي وأيضا التحولات الدولية، انطلاقا من أنه من أراد اغتيال الخبراء العسكريين كان يظن أنهم روس وليسوا من بيلاروسيا، وأنه كان يتوقع أنه يسد الضربة لموسكو بسبب وقوفها إلى جانب النظام في سوريا أو غير ذلك. هل تعتقد بأنه هناك تأثيرات للصراع الإقليمي الآن تنفجر في اليمن عبر تصفية جسدية أو نزاع مسلح؟ لا شك بأن النزاعات الإقليمية تؤثر على الأوضاع في اليمن، ولكن ما يدور في اليمن هو في الواقع يعني أو الصراعات التي تدور في اليمن هي صراعات بين قوى موجودة على الأرض ولها توجهاتها المتباينة، سواء في يعني سياسيا أو دينيا أو اجتماعيا. وطبعا هذه التيارات ترتبط بتحالفات معينة وبعلاقات معينة مع قوى وتوجهات إقليمية، ولهذا كما قلت إنها تتأثر، ولكن لا يدار صراع مباشر بين الأطراف الإقليمية المختلفة، وهذا الصراع يتخذ من اليمن ساحة لهذا النوع من المواجهات. لكن المواجهات لها دوافعها المحلية ولها أيضا امتداداتها وعلاقاتها على المستوى الإقليمي. طيب سيد علي الصراري، المبعوث الأممي جمال بن عمر عندما يتم الحديث عن الاغتيالات أو عرقلة الحوار الوطني هدد بأنه سوف يذكر أنه تقريره سيكون مختلف هذه المرة أمام مجلس الأمن، وحدد قائمة بأسماء شخصيات يعيقون التقدم والعملية الانتقالية في اليمن، ومن ضمن الأسماء التي سربت علي عبد الله صالح مع حفظ الألقاب، يحيى الراعي، عارف الزوكا، سلطان البركاني، عبد المجيد الزنداني، حميد الأحمر، علي محسن الأحمر، علي سالم البيض، حسين الأحمر، عبد الملك الحوثي. هذه شخصيات فاعلة وموجودة حاليا في اليمن، وبعضها قيادات يعني في لتيارات سياسية حالية. كيف يمكن للمبعوث الدولي أن يرفع هذه الأسماء ويطالب بمعاقبتها في اليمن، وهي فعلا هذه الأسماء هي من تعيق حاليا المرحلة الانتقالية إنجازها؟ حتى الآن لم ينشر تقرير السيد جمال بن عمر بحيث نقول بأن هذه المعلومات فعلا تضمنها تقريره أو لا، ولكن طبعا هناك احتمال بأن تقريره هذه المرة سيشير إلى أسماء وسيحملها مسؤولية إعاقة المرحلة الانتقالية، لكن يبدو بأنه يعني ستبرز المسؤولية عن إعاقة تنفيذ المهمات التي كان يمكن أو يجب تنفيذها أثناء الفترة الانتقالية، وهذه الأسماء أعتقد بدرجة رئيسية تتعلق بشخصيات من النظام السابق التي الآن كما هو واضح هي توتر الأجواء بصورة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالحوار الوطني. ونلاحظ بأن التعثر الذي حصل للحوار أيضا ناجم عن مواقف معينة تلجأ لها شخصيات على علاقة بالنظام السابق، والهدف من وراء هذا هو الوصول إلى حالة من الفشل السياسي، فشل الحوار وفشل التسوية، ويرافق هذا أيضا فشل أمني وفشل اقتصادي وفشل إداري، وهذا كله من وجهة نظر هؤلاء أنه يمكن أن يكون هو طريق العودة إلى السلطة أو العودة
لاستعادة السلطة بصورة كاملة. الفشل هو برنامج هذه القوى، وهذا أمر كما يبدو بأنه صار مفهوما. والسيد جمال بن عمر كان على احتكاك مباشر وملموس بهذا النوع من السياسات والتوجهات، وفي ظني بأن تقريره لابد أن يتناول هذه المسألة. وسيكون من ضمن التقرير الأسماء الذي ذكرتها أو قائمة أسماء سيقول أنها المسؤولة عن العرقلة الممنهجة كما سماها للحوار الوطني. هو طبعا يمكن أن ترد أسباب مختلفة فيما يتعلق بتحميل هؤلاء الأفراد مسؤولية التعثر الحاصل. يعني ربما يكون هناك أطراف بسبب تشددها، بسبب أنها لم تبدي المرونة الكافية، لكن طبعا هناك أطراف أخرى واضح بأنها عملت وبصورة مباشرة من أجل عرقلة التسوية السياسية وعرقلة تنفيذ المهمات التي كان يجب إنجازها خلال الفترة الانتقالية الحالية. لكن إذا ما يعني صدقت الأسماء التي بحوزتنا، فإنه المسؤول عن العرقلة كل القوى السياسية أو معظمها. يعني إذا نتحدث عن علي سالم البيض، نتحدث عن الجنوبيين أو الحراك الجنوبي، حميد الأحمر، علي محسن الأحمر، يعني عبد الملك الحوثي، يعني نتحدث عن أطراف كل الأطراف تقريبا في اليمن. سيد علي البخيتي، أريد أن أستوضح منك القضية التي أثيرت الأسبوع الماضي وكان في تقارير كثير عنها، أنه السعودية بدأت تدعم الحوثيين في مواجهة السلفيين. ديفيد هيرست في الجارديان الأسبوع الماضي، ونحن كنا في حلقة خاصة حول هذه المقالة التي وردت في الجارديان، تحدث من ضمن ما تحدث فيه، يعني ولم يكن يتحدث عن هذا الموضوع بالضبط، ولكنه أورد معلومة تقول بأن اجتماعا مهما حصل بين السعودية وبين الحوثيين، وأن السعودية أبدت كل الاستعداد والدعم لمواجهة الحوثيين، لوقف السلفيين وأيضا التيار الإخواني في اليمن. ما حقيقة مثل هذه التسريبات؟ أولا، اللقاء الذي حصل هو لقاء علني بين الأستاذ صالح حبر رئيس المجلس السياسي والسفير السعودي، ولقاء علني، ولم يكن هذا الأمر خافيا حتى يأتي خبير أجنبي ليكشف أسراره. لكن ما أشيع أن هناك لقاء الشيخ صالح حبرة بأحد الأمراء السعوديين، لا أذكر اسمه، وأنه سافر إلى لندن ثم أتى إلى السعودية، هذا يعني خبر عار عن الصحة تماما، لأن لا يوجد في صعده مطار حتى يذهب الأستاذ صالح دون أن يعرف أحد. وباعتقادي أن بريطانيا ليست حوثية حتى تتكتم على وصول صالح حبرة ومن ثم يدخل إلى السعودية. السعودية هي دولة جارة شقيقة. السعودية حتى أثبت أن هذا الكلام غير صحيح، إلى اليوم قناتي وصال وقناة صفا، قناة وصال وقناة صفا إلى اليوم تمارس تحريضا ضد أنصار الله تكفيريا، تفتي بقتلهم، بل أن إحدى هاتين القناتين وهي قناة وصال بالتحديد حرضت على مقتل عبد الكريم جدبان وذكرته بالاسم وذكرت أسماء أخرى من أنصار الله. وبإمكانك بعد انتهاء البرنامج أن تفتح هاتين القناتين السعوديتين اللتان تبثان من السعودية وهن يمارسن التحريض ضد أنصار الله الحوثيين ليلا ونهارا عبر الإفتاء وعبر جمع التبرعات وعبر إظهار مقاطع فيديو تشيد بالحروب وغيرها. هذا ينفي أي دعم سعودي للحوثيين ويحمل السعودية مسؤولية أخلاقية تجاه هاتين القناتين. كيف تسمح السعودية بوجود هذا الخطاب التحريضي ضد طائفة وضد فئة رئيسية من أبناء الشعب اليمني؟ بالنسبة لموضوع التدخلات الإقليمية، هي موجودة، هناك تدخلات إقليمية لأنه لا توجد في اليمن دولة. للأسف أن الدولة في اليمن تهترئ. مؤتمر الحوار يتجه باتجاه بناء مدينة فاضلة، لكن على المستوى النظري، والواقع على الأرض يتجه باتجاه آخر تماما. طيب. مؤسسات الدولة تهترئ، المؤسسة الأمنية والعسكرية تفقد الثقة عند الناس. طيب. وهذا ما سبب الأزمة. نعم، انتهى الوقت تماما، لكن بكلمة سيد علي الصراري، ستمددون للرئيس عبد ربه منصور هادي إذا لم تنتهي المرحلة؟ يبدو أنها لن تنتهي، سيمدد الرئيس أم ستجري انتخابات؟ لم يتحدث أحد عن التمديد، وأعتقد بأن القوى السياسية أيضا جمال بن عمر تحدث عن التمديد يا أستاذ علي. إذا التمديد ليس تمديد، وإنما الحديث هو عن مرحلة انتقالية ثانية في إطار إيجاد ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهذا شيء يختلف.
لأن يعني الوضع بالنسبة للرئيس ممكن أن يكون هناك انتخابات للرئيس، وممكن أن يكون هناك اتفاق سياسي آخر ينظم مرحلة انتقالية أيضا يكون جزء منها الرئيس والحكومة. نعم سيد علي الصراري، شكرا جزيلا لك مستشار رئيس الوزراء. والسيد علي البخيتي عضو مؤتمر الحوار الوطني عن أنصار الله، حدثتماني من صنعاء. إلى اللقاء.